آخر متدخل في إطار مساهمة فريق الأسرة والمعاصرة سيد النائب محمد حجيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة، السيدتين الوزيرتين، السادة الوزراء، زملائي وزميلاتي النواب، في هذه الفرصة التي تأتي مرة واحدة في كل ولاية، السيد رئيس الحكومة، الكلام على الاقتصاد ودوره أساسي، خصوصاً هو الذي ينتج الثروة، هو الذي يشغل، هو الذي يضمن التنمية المستدامة. السؤال الكبير: ماذا ننتج كثروة على المستوى الوطني؟ كيف يتم توزيعها؟ هذا التوزيع الذي أصطلح عليه مجموع المداخل، هذه المداخل كيف توزع على مستوى الاستهلاك؟ الشق الذي يذهب إلى الاستهلاك، الشق الآخر الذي يذهب إلى الاستثمار، والشق الآخر الذي يذهب إلى الادخار إن كان هناك ادخار، لأنه المغاربة جزء كبير منهم مداخلهم كيستعنوا بالمديونية من القطاع البنكي باش يمكن يكملوا تالية الشهر ويقضيوا المآرب ديالهم بسيطة. وبالتالي أكدتم سيد رئيس الحكومة في عرضكم أن أغلب المؤشرات الاقتصادية والمالية اليوم تطورت بشكل إيجابي. سنحاول أن نثبت لكم العكس بالأرقام التي نؤمن جميعاً بأهميتها في دحض أي مقاربة كيفما كانت. وهنا أنطلق إلى ما يدفع في اتجاه الانكماش الاقتصادي وتفاقم الاختلالات الخارجية واحتواء تراجع القروض الاستثمارية ومعالجة الوضعية الغير السليمة، أقول المالية العمومية، لأن المقاربة اللي كاينة في المالية العمومية هي مقاربة أرثوذكسية فيها عجز محدد في رقم واقفين فيه ما قديناش نبعدوا منه، فيها رقم في التضخم قابطين فيه كما كان الحال، وفيها الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، ولكن بقينا كنضربوا بلاصتنا. نفس تقريبا الأرقام هي اللي كنحصلوا عليها من بعد عمل أو صرف مجموعة من الملايير اللي تكلموا عليها الإخوان الذين سبقوني بالملايير، ولكن الواقع على مستوى الأرض شيء آخر والواقع لا يعلى عليه. وهنا الواقع ما يمكن نكذبوا حتى واحد، المغاربة يعرفوه. لذلك في هذا الشق قلتم بأنه هذه المؤشرات الإيجابية كنقولوا حنا هو أنه كان هناك فشل في احتواء مخاطر الانكماش الاقتصادي، والمدخل فيه هو أنه الحكومة لم تتجاوب بالسرعة اللازمة مع خطاب جلالة الملك، نداء جلالة الملك بخصوص إعداد برنامج تنموي جديد، مما جعل جل السياسات تبدو في شروط وفي واد وفاقدة للبوصلة. أيضا كان هناك جلالة الملك حتى على تنظيم مناظرة وطنية حول التشغيل، فكان على الحكومة أن تنجز مسبقا وكخطوة إعدادية لهذه المناظرة النموذج التنموي الجديد الذي سيحدد نوعية القطاعات الاجتماعية التي ستعتمد عليها البلاد من أجل تحديد المهن والأصناف ديال هذه المهن والمهن المستقبل. فإذا بالحكومة ذهبت إلى جزء معين هو أساسي ومهم ديال التكوين المهني ومحتاجة بلادنا تستثمر فيه ونخلقوا فيه رأس مال بشري حقيقي به نقوي النسيج الاقتصادي والمقاولات ديالنا، لكن ما لا نعرف جيدا إلى أين تؤول الأمور، خصوصا أنه عدد كبير من المقاولات الذي قلنا الرقم تجاوز للهدف. ولكن يجب أن نقول نكون موضوعيين، كم عدد المقاولات التي تغلق سنويا؟
ولماذا تغلق؟ كم عدد المقاولات التي التي تضع هذاك البيلون ديال السنوي، ايجابي ولا سلبي؟ كم عدد المقاولات الصغيره والصغرى التي لم تستطيع حتى ما تم وضعه في القانون الماليه ان تتجاوب معه وتنخرط فيه؟ وبالتالي فالحاجيات القطاعيه التي سيعتمد عليها الاقتصاد الوطني في المستقبل لا نرى انها حاضره. ايضا ورش الاصلاح الضريبي، مناظره وطنيه بذلك الحجم، ولكن في نظري هي اليه ومدخل. لذلك خاص هذه الاليه تكون في خدمه النموذج التنموي الذي توافقت عليه او على حوله مختلف شرائح المجتمع المغربي، لكي يكون هناك اصلاح ولكن في نظري وفي تقديري انه لن يكون هناك اصلاح جبائي في غياب نموذج تنموي يبين نوعيه النموذج المجتمعي الذي نريده فعلا. فمثلا نعطي موضوع ديال التحفيزات الجبائيه، تقدمت مجموعه من التحفيزات الجبائيه للقطاع الخاص اللي استفاد منها مزيان. القطاع الخاص اساسي وخصو يساهم بقوه في النشاط الاقتصادي الاجتماعي الوطني، الا انه الواقع هو انه يتضح ان هذا الاصلاح اللي كنتكلموا عليه فيه واحد النوع ديال التخمه من التحفيزات، وفيه نقدر نقول تبذير المال العام كان لزاما على الحكومه استحضار اصلاح ميثاق الاستثمار لم تستحضره، وجدتوا جزء اللي هو الميثاق اللي هو كلام على الاصلاح الجبائي مهم من الناحيه العلميه، ولكن ميثاق الاستثمار اللي هو اساسي اللي ما يمكنلكش تفصل هذه على هذه باش نعرفوا هذا التوازي يكون كيفاش نتعاملوا معه. ايضا التزمتم في الحكومه بتحقيق نسبه النمو ما بين 4.5 5.5. الواقع انكم في احسن الحالات المعدل ديال 2017 2018 راكم في 3.6 3.6 3.5 3.6 3.4 ضيعتوا 1.6 على المغاربه، بمعنى 52 مليار درهم ضيعتوها ما وفيتوش بها. حساب بسيط. ايضا هذا إشكالية عدم الوفاء بالهدف المسطر فيما يخص نسبة النمو، شنو هي الأسباب؟ شنو هي الحلول البديلة؟ شنو هو الاجتهاد اللي درتو يكون عملي؟ عدم وجود سياسة واضحة تخص دعم محركات النمو، ما كايناش سياسة واضحة عندكم سيد الوزيرة باش كيف سيد وزير سيد رئيس الحكومة المحترم باش يمكن تكون عندنا محركات النمو كتوازي حجم الاستثمارات اللي دارتها دول بحالنا، هي مشات الأرقام فيه 5 6 7 وحنا مازال كندورو في نفس المكان. أيضا عدم وجود سياسة واضحة كما قلت في هذا الجانب. إلى ذلك كانت الحكومة الحالية امتدادا، هي امتداد الحكومة السابقة، فهي كذلك امتداد للسياسة غير مقنعة فيما يخص نمو اقتصادي مستدام، وأخطاء قاتلة قامت بها الحكومة في هذا الباب. وهنا أتكلم عن الانكماش الذي عرفه العرض الطلب الداخلي وأثر سلبا على نسبة النمو، حيث أن القطاعات اللي مشات إصلاح ما سميتموه إصلاح الجزئي للتعاقد أثر بسلب. قلت على الحكومة الحالية أن تصلح أخطاء الحكومة السابقة في هذا المجال. هل حكومتكم السيد الرئيس قامت بدراسة واقع الواقع ديال الاستثمارات العمومية على المواطن؟ أين هي الاستراتيجيات العملية للتخفيف من البطالة؟ أين هي هذه الاستراتيجية في الشق المتعلق بتخفيف من العجز الميزان التجاري المتراكم والذي يحدث اثرا سلبيا على نسبه النمو؟ اين انتم من رؤيه واضحه تخص دعم فعاليه ونجاعه الاستراتيجيات القطاعيه التي نفتخر ان بلادنا عندنا فيها قطاعات استراتيجيه واضحه، ولكن ما كايناش التقائيه، ما كايناش فعاليه، ما كايناش نجاعه، ما كايناش مردوديه بالشكل الذي تم الاعلان عليه في هذه الاستراتيجيات. وتكلمنا في هذه المنصه في فتره سابقه عن هذا الجانب. ايضا شق اخر متعلق ب هذه نسبه النمو اللي هذه المده اللي هضرناها ديال الزمان ما يمكنش بنفس الطريقه وبنفس العمليه وبدون مبادرات جريئه وتكون فيها اصلاحات جريئه حقيقيه نخرجوا من هاد 3%. لذلك انا اقترح عليكم سيد رئيس الحكومه انه تخرجوا من هذه المقاربه الكلاسيكيه التقليديه الارثوذكسيه في الشق المتعلق بالماليه العموميه وتمشوا راسا لاصلاحات حقيقيه في هذا الجانب.
الشق المتعلق بالامتيازات والشركات التي تشتغل في الجانب قطاع السيارات والطائرات، هناك شركات استفادت بامتيازات كبيرة، جات المغرب عرفناها جات من واحد الدولة وطردت فيها 5000 عامل وجدنا لها الأرضية في الدار البيضاء اشتغلت ومشات. دابا قولوا لنا السيد رئيس الحكومة شحال هي الخسائر اللي كاينة؟ السيد رئيس الحكومة كيقول لي يمكن هادشي ما كاينش، أنا نتمنى يكون ما وقعش ونتمنى تكون هناك شركات أخرى. لذلك أن الواقع هو أنه ما نقولش ما نعلش على تسمية الشركة، ولكن نتقن بأن السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء والسادة النواب والنائبات عارفين على ما أتكلم. لذلك لن تستمر هذه العملية إلا إذا كنا جادين جدا في التعامل مع القطاع الخاص الأجنبي. نعم نفروا الأرضية، نعم نسهلوا مناخ الأعمال، ولكن يجب أن نستحضر هذا الباب. أيضا مخطط المغرب الأخضر حققنا نتائج على مستوى الكام زيانة، ولكن جزء من المحصول ما قديناش نبيعوه، بمعنى الحكومة ما قيماش بدورها في الشق المتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية. إذا كنا ناجحين في الدبلوماسية الأخرى ونفتخر بما نحققه، ولكن الدبلوماسية الاقتصادية خصها تحل هذا الورش ديال الدبلوماسية الاقتصادية، ويكون عندنا خبراء حقيقيين مع السفراء ديالنا على المستوى الدولي باش يسهلوا المأمورية ديال المقاولات المغربية والاستثمار المغربي وحتى الاستثمار الدولي الذي تحتضنه بلدنا من أجل أن نفتح أسواقا جديدة. ونخذوا غير إفريقيا على سبيل المثال، ما مشيناش فيها بالشكل اللي كنا بغينا في هذا الجانب. أيضا المجهودات المبذولة في نفس القطاع والاستثمارات العمومية اللي كانت مهمة، إلا أنه 12% رانا بقينا في الناتج الداخلي الخام 12% من القطاع الفلاحي، الله 12%، في حين أن القطاع الخدماتي ورانا في 50% فوتنا هذا، إلا أنه الواقع هو أنه سكال البادية المغربية والمجهودات اللي قامت بها الدولة ووزارة الفلاحة في هذا الباب يالله وصلت 9500 درهم للفرد في العالم القروي. أين نحن من خطاب جلالة الملك بخصوص خلق طبقة وسطى في العالم القروي والجبلي؟ بمعنى المغاربة في العالم القروي والجبلي يالله 26 درهم في اليوم لكل فرد يقطن في هذه البادية. طبعا هذا الرقم ما يمكنش يضمن عيش كريم ويعطي الإمكانية ديال ساكنة القرى أنها تمتع بالكرامة اللي خصنا كلنا ندافع عليها باش يمكن نوفروا هذا الجانب. هل يمكن كما قلت السكان البادية أن يعيشوا معززين مكرمين بهذا 26 درهم في اليوم؟ أقول لا. قطاع البناء السيد الرئيس يعرف أزمة خانقة منذ الحكومة السابقة أكثر من 6 سنوات متتالية، لا تستطيع لا الحكومة الحالية ولا السابقة أن تجد مخرجا من هذا الوضع. والدليل على ذلك أن قطاع البناء عرف شبه ركود، بحيث أنه هذه السنة سنة 2018 يالله نسبة واحد مؤشر ديال البيع ديال الإسمنت 13.3 مليون طن هي اللي، وهو أدنى مستوى منذ 2006 للتذكير. وبالتالي هذا الكيماش خصنا نلقاو منه شي مخرج باش يمكن يكون جواب حقيقي على انتظارات، وكاين انتظارات كبيرة في السكن. الشق المتعلق بالتصدي لتفاقم اختلال التوازنات الخارجية، تفاقم مع عجز الميزان التجاري ب 4 مليار سنة 2017 واستقر في 189 مليار، وازدادت الحالة سوءا في 2018 وانتقل الرقم ل 206 ديال المليار ديال الدرهم. تعاملاتنا الخارجية على المستوى التجاري كنحققوا فائض فقط مع دولة البرازيل ودول جنوب الصحراء. هذا العجز المتراكم ديال ميزاننا التجاري هو الذي يزيد الطين بالله، خصوصا أنه في هذه السنتين الأخيرتين التفاقم ازداد. أيضا خلال السنتين الماضيتين ديال الحكومة السابقة هذا الانخفاض ديال الاحتياط الوطني في العملة الصعبة، كنا في 249 مليار درهم في 2016 انتقلنا ل 240، معناها مشات 191 مليار في 2017 وزيدنا نزلنا ل 231 في 2018 احتياطي العملة الصعبة. وباش نرموا او باش ترمم الحكومه هادشي التجأت للاستدانه وقامت واحد الاستدانه 11 مليار ديال المليار درهم من السوق الدوليه الماليه، استدانه ايجابيه اذا كنا غادي نقوموا بها بمشاريع بنيويه هيكليه تدفع في اتجاه نهضه كل الوطن، لانه كاين توزيع الجغرافي للاستثمارات العموميه فيه لا عداله مجاليه لا عداله اجتماعيه هي المدخل. ما يمكنش ما تكونش الحقوق الاساسيه في كل التراب الوطني، كاين داخل المغرب جبال الاطلس في 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 جهات معينه ما كاينش
هذيك الإقلاع اللي كان طمحوا له في هذا الباب ويمكن يتحقق. أكثر من ذلك هاد المديونية كان رقم كيتكلم على 1046 مليار درهم، كان رهنوا الأجيال المقبلة في هذا الشق ديال المديونية. وبالتالي خاص لابد من نفكروا في إبداع أشكال جديدة في التعاطي مع هذا الملف. أيضا هناك فشل آخر يتعلق باحتواء تراجع القروض الاستثمارية. سجلت القروض في هذا الباب الممنوحة سنة 2017 24 مليار، انخفاضا بالمقارنة مع 2016 اللي كانت فيها 33 مليار بنسبة تفوق 27%. 2018 بلغ قرض الدين الممنوح 25 مليار درهم، وهو حجم أقل من مجموع القروض سنة 2016. القروض الممنوحة في 2016 و 2017 أي 50 مليار تقريبا استفادت منها الأسر التي حصلت على 60% من مجموع القروض، أي 30 مليار درهم استعملت كليا في الاستهلاك، في حين معنى المغاربة مغرق بالديون. خاص اجتهاد من الحكومة باش يمكن تخرجنا من هذه الوضعية هذه. أيضا الشق ديال الفشل في تصحيح الوظيفة أو الوضعية الغير السليمة المالية العمومية. في هذا الجانب نسبة العجز كنت 3%، راكم في 3.56% في 2017. الآن هذه السنة يمكن نسبة العجز توصل لرقم أكثر 4.1 من الناتج الداخلي الخام. تعهدتم بأنه نسبة الدين عادي تمشي لأقل أو 60% من الناتج الداخلي الخام، غير أنه لحد الآن لم تستطع الحكومة الاقتراب من هذا الرقم ديال 60% من هذا الهدف وتوفي بوعودها. أكثر من ذلك في نظري وفي تقديرنا على مستوى الفريق هو أن أوضاع الميزانية العمومية والالتزامات اللي قدمتهم ما قدرتوش تحققوا فيهم ولو الجزء اليسير، رغم أنه الفرص عندنا تتيح استقرار مبادرة ملكية كبرى ووضع استراتيجي للمغرب، إلا أنه اختزال السياسة في شعارات أخلاقية وحصول أو البحث على الحصول على المنافع بشكل جشع والتضحية بالصالح العام. شكرا لك.